بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الله عز وجل يبشر ويعد ويخبر ببعض ما يقع في المستقبل. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بأنه جاعل في الأرض خليفة. لماذا؟ الأنبياء السابقون، السابق منهم كان يبشر باللاحق، كما أن عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام بشر برسول الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لماذا هذا الإخبار، هذه البشارة، هذا الوعد؟ وكلنا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، والحكيم معناه الحكمة، وضع الشيء في موضعه. الله سبحانه وتعالى حكيم بشكل مطلق، فلا يكون تصرف من الله سبحانه وتعالى في هذا الكون إلا بحكمة، سواء في الأمور الكلية أو في الأمور الجزئية. لماذا الله يخبر ويبشر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله بشر بالمهدي كما ورد في متواتر الروايات، في متواتر الروايات التي روتها العامة والشيعة. في كتب العامة البشارة بالمهدي رويت بشكل متواتر، وفي كتب الخاصة الشيعة أيضا واضح، والآيات القرآنية أيضا أشارت إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لعل هناك أسباب متعددة، نذكر بعضا من هذه الأسباب. أولا التمهيد، لكي يكون القبول أسهل. أنت إذا تعلم
بأن شيئا سيحدث في المستقبل، فإذا حدث تتلقاه بالقبول لأن نفسيتك كانت مهيئة. ولذا في القضايا الهامة الاجتماعية إذا أراد أحدهم أن يفعل فعلا هاما يمهد لذلك حتى النفوس تتقبل ذلك، وهكذا في القضايا السياسية، في القضايا الاقتصادية وما إلى ذلك. عادة حتى في القضايا السياسية الدول إذا أرادت أن يكون قراراتها أن تكون قراراتها قرارات سليمة ولا تثير المشاكل تمهد لذلك. وحتى في الأخبار السيئة، يعني إذا أنتم أردتم أن تخبروا شخصا بموت عزيز عادة تمهدون لذلك حتى نفسيته تكون مهيئة ولا يصاب بالصدمة. فالله سبحانه وتعالى أيضا لأن هذا الكون وهذا العالم خلقه للاختبار وللامتحان، ففيما يتعلق بالموجودات المختارة التي لها عقل كالإنسان والجان مهد الأمور. بالنسبة إلى الملائكة مهد لهم الأمور لكي يكون قبولهم لهذا الخليفة في الأرض عن قناعة، مع أن الله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يجبرهم على ذلك، خلاص هذا قرار والذي يقبل هذا القرار يقبل والذي لا يقبل لا يقبل. لا، الله عز وجل مهد، أخبرهم، استفسروا استفسار: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا لم يكن اعتراضا من الملائكة، وإنما كان استفسار، سؤال لمعرفة السبب والعلة. الإنسان بعض الأحيان بالنسبة للأحكام الشرعية، إحنا بالنسبة لنا يصير أسمع بحكم لا أفهم هذا الحكم، ضعيف الإيمان يعترض لماذا هكذا، لكن قوي الإيمان إذا أراد أن يسأل يسأل، هو من الأول مسلم أمره لكنه يسأل. ولذا كثير من أصحاب الأئمة المخلصين هؤلاء، وكذلك بالنسبة إلى رسول الله أصحاب الرسول المنتجبين، كانوا يأتون ويسألون الرسول أو الأئمة عليه وعليهم الصلاة والسلام عن علل الأحكام، لماذا هذا الحكم هكذا، لكي يعرف ويفهم لا اعتراضا. والإنسان إذا اقتنع بشيء تطبيق لذلك الشيء يكون أسهل، خضوع لذلك الأمر يكون أسهل. بالنسبة إلى البشارة برسول الله صلى الله عليه وآله أيضا تمهيد، ولذا ذكر الرسول صلى الله عليه وآله كان في التوراة وفي الإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، في التوراة والإنجيل، مكتوب في التوراة والإنجيل لكي يكون تمهيدا. ولذا نشاهد أن من أسباب إسلام أهل المدينة رسول الله ابن مكة، 13 سنة في مكة وما آمن معه إلا قليل، 200 نفر على أحسن الفروض، لكن أهل المدينة قبلوا الإسلام برحابة الصدر. لماذا؟ هل لسبب قومي؟ لأن جدة رسول الله صلى الله عليه وآله كانت مدنية، لأن هاشم سلام الله عليه تزوج من أهل المدينة، وعبد المطلب سلام الله عليه نما في المدينة. هل سبب إسلام أهل المدينة كان بسبب ارتباط أسري مثلا، أن جدة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم؟ كلا، أهل مكة ورسول الله كانوا قراباته، أقرب من أهل المدينة،
أعمامه، أبناء عمومته، القرابة بينهم وبين رسول الله أكثر. ما كان هذا السبب؟ لعله قد يكون مؤثر على البعض لكنه ليس بسبب. من الأسباب الهامة أن اليهود كانوا في المدينة المنورة فكانوا يقرؤون التوراة ويخبرون، يقرؤون بعض الآيات من التوراة التي فيها ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. لماذا اليهود كانوا يتلون هذه الآيات من التوراة للمشركين؟ لأنهم كانوا يزعمون ويظنون أن رسول الله منهم، فلذا حينما كان يصير عليهم ظلامة أو ظلم أو ضغط أو شيء من الكفار كانوا يقولون أنه سيخرج نبي وينقذنا منكم. فلذا أهل المدينة كانوا عندهم علم بأن هناك نبي سيظهر موجود اسمه في التوراة، سامعي من الذين يتلون التوراة، وكانوا، الآية الشريفة تقول وكانوا من قبل، يعني هؤلاء اليهود يستفتحون على الذين كفروا، يعني حينما كانوا يضطهدون يطلبون الفتح، يقولون لهم انتظروا أيام وسيظهر رسول وينقذنا منكم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فهذا التمهيد حينما نفوس أهل المدينة كانت ممهدة لمجيء الرسول، بمجرد أن سمعوا أن الرسول قد ظهر في مكة ووصلهم الأخبار اجتمعوا مع رسول الله في القضية المعروفة وأسلم العشرات منهم، ثم رجعوا إلى المدينة ودعوا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة. هذا التمهيد اللي كان موجود، هذا الإخبار وهذه البشارة مهدت، ولولا هذه البشارة أو هذا الإخبار ما كان معلوم، حسب الظواهر طبعا نتكلم، وإلا الله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ما كان معلوم أن أهل المدينة يؤمنون بالرسول، وإذا أهل المدينة ما كانوا يؤمنوا بالرسول كانت الرسالة تنحصر في مكة ومجموعة من المسلمين وبعد ذلك تنتهي، كما أن كثير من الأنبياء قتلوا وشردوا وهجروا ممن كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الإرادة الإلهية، الله عز وجل إذا أراد شيئا صحيح أن يقول له كن فيكون، ولكن لأنه مبناه إذا جاز التعبير في هذا العالم على الامتحان، ومن مصاديق ذلك أن الأسباب الظاهرية الله عز وجل يهيئها. هذا لعله السبب الأول لماذا رسول الله بشر بالمهدي، حتى النفوس تكون مهيئة، إذا ظهر يتقبلوه بيسر وسهولة. هذا أولا. ولعل هناك سبب آخر في الإخبار التمهيد، السبب الآخر لعله امتحان الخلق، الناس يمتحنون، هذا هم من مصادق الامتحان، لأنه عندما الناس يعلمون بهذا الأمر كثير من الأحيان يدخل ناس على الخط من الأشخاص الانتهازيين الانتفاعيين المصلحيين الذين يريدون استغلال الناس للوصول إلى مصالحهم، فيدعون ادعاءات، احنا ما عندنا ناس تنبؤوا، يعني زورا وبهتانا وكذبا ادعوا أنهم أنبياء، ليش عندنا؟ وإلى يومنا هذا أكو ناس يدعون النبوة، بعضهم لعلهم أحياء لحد الآن. كذلك هذا امتحان، عندما الناس يعلمون أن الله يبعث أنبياء فمجموعة من الناس كذبا يدعون ذلك، لكن قرائن الكذب موجودة عليهم، والذي يدعي صدقا قرائن الصدق موجودة،
فالإنسان إذا أعمل عقله يعلم هذا صادق هذا كاذب، نوع من الامتحان. وكثير من الناس لا يعملوا عقولهم فيسقطوا في الامتحان. الآن من عهد الرسول صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا عشرات من الأشخاص ادعوا أنهم المهدي، عشرات من الأشخاص، وحتى في بعض الروايات ذكر لذلك أنه لا يظهر المهدي إلا بعد ما معنى الرواية أنه أشخاص كثيرون يدعون هذا المنصب المهدوية من قبل الله سبحانه وتعالى كذبا وزورا وبهتانا. والآن لعلكم سمعتم في الأخبار في العراق أو في بعض الأماكن الأخرى هناك ناس يدعون أنهم الإمام المهدي وبعضهم قتل في معارك، أو أنهم أبواب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا الإسلام جعل الضمانات حتى الناس لا يخدعوا بالأدعياء، لكن كثير من الناس لا يعملون عقولهم فيسقطون في الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الشريفة اللي الله عز وجل يقسم اليهود إلى أقسام ثلاثة، قسم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يسمع بعدين يحرف باللفظ. القسم الآخر فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون إن هذا من عند الله، هذا القسم الآخر. قسم آخر أيضا موجود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ففي تفسير الإمام الحسن العسكري المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري أكو رواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل الإمام يقول له شنو الفرق بين عوامنا نحن المسلمين والشيعة وبين عوام اليهود؟ عوامنا يسمعون كلام علمائهم وعوام اليهود يسمعون كلام علمائهم، فالعلماء حرفوا، علماء اليهود يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. حسب ما في بعض التفاسير كان وصف الرسول موجود في التوراة أنه رجل مربوع، يعني لا طويل لا قصير، أسمر كذا وكذا وكذا، فحرفوه كتبوا أنه رجل طويل أبيض أزرق العين، بعدين قالوا شوفوا هذا لا ينطبق على محمد صلى الله عليه وآله. فيسأل الإمام الصادق عليه السلام شنو الفرق بين عوامنا وعوام اليهود؟ ذول يقلدون ذولاكم يقلدون. الإمام أجاب جواب مفصل بشكل مختصر. أولا في أصول الدين لا يوجد تقليد، كل واحد لازم في أصول الدين هو يحقق عن الدليل والبرهان لماذا الله موجود. التقليد ما يكفي، لازم أنت تطلب البرهان. كل واحد من المسلمين مثلا أنه الأثر يدل على المؤثر، هذا برهان مختصر يقتنع به حتى الصغار مثلا وهو برهان صحيح. بالنسبة إلى الرسول أيضا لا تقليد في ذلك. على كل حال الإمام يفصل في ذلك، يقول الفرق بين عوامنا وعوام اليهود أن عوام اليهود عرفوا أن علمائهم أن علماءهم يأكلون الرشا، هؤلاء يحرفون أحكام الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يحرفون الكتاب، هؤلاء يفعلون الموبقات كذا وكذا وكذا وكذا، يعلمون بعقولهم أن مثل هذا الشخص لا يجوز اتباعه ومع ذلك يتبعونهم، فيصير جاهل مقصر. أما عوامنا يتبعون العلماء الأتقياء، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا
مخالفا لهواه أو على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فعلى العوام أن يقلدوه. ولا يكون ذلك، الإمام الصادق يقول ولا يكون ذلك إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. إذا عرفت منه التقوى ذاك الوقت تتبعه، لكن إذا عرفت منه الفسق والفجور مثل اليهود الذين اتبعوا أحبارهم، عرفوا منها الفسق والفجور واتبعوهم، فلذا كانوا جاهلين جهال مقصرين، والجاهل المقصر لا فرق بينه وبين العالم الذي يخالف علمه. امتحان. فالله عز وجل بهذه البشارة التي وردت في التوراة امتحن علماء اليهود فسقطوا في الامتحان، يعني أكثرهم، وحرفوا، وامتحن عوامهم فسقطوا في الامتحان، يعني سقط أكثرهم، ولم ينج منهم إلا القليل. فهذا هم لعله من الأسباب التي دعت إلى البشارة. فالبشارة بالإمام المهدي أيضا امتحان، لأننا نعلم الجميع أن هناك مهدي، فيطلع واحد في مكة المكرمة يسمى جهيمان مثلا في سنة 1400 ويدعي أنه المهدي، وجماعة هم ينخدعون به، وانخداعهم به كان عن تقصير لا عن قصور، والمقصر كما ذكرنا كالجاهل كالعالم الذي يخالف علمه. بين قوسين، بعض الأحيان توجد مسائل في الرسالة العملية موجودة، مسائل الرسالة العملية موجودة فيها مسألة تشوف واحد متدين يجي يسأل يقول أنا 20 سنة كنت أتوضأ بهذه الكيفية والآن عرفت أن وضوئي باطل، 30 سنة يغتسل بتلك الكيفية والآن افتهم أن غسله باطل، سنوات طوال يتعامل مع الناس معاملة ربوية وهو لا يعلم أنها ربا مثلا، يبدل الحنطة الجيدة بالحنطة الرديئة مع الوزن المختلف، هذا ربا. يشتغل صائغ يبدل الذهب المصاغ بالذهب غير المصاغ والوزن يختلف لأن القيمة تختلف، الذهب المصاغ قيمته أكثر. أو مرأة تذهب إلى مثلا الصائغ تريد تبدل ذهبها القديم إلى ذهب جديد، المتعارف أن الصائغ يشتري الذهب القديم كمادة خام يعني ذهب فقط، ويبيع الذهب الجديد ذهب وأجرة العمل، فالوزن واحد لكن القيمة تختلف، عفوا القيمة تختلف، القيمة واحدة لكن الوزن يختلف، وهذا ربا ومن أشد المحرمات الربا. زين سنوات هذه المرأة المتدينة المؤمنة تروح تبدل ذهبها بهذه الكيفية وترتكب الربا. زين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هاي آية حول الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبعدين التفت عجيب، هذا ربا، هذا معذور؟ جواب كلا، هذه معذورة؟ كلا. ليش؟ لأنه جهل تقصيري كان. المسألة موجودة في أي رسالة عملية، بس تفتح الرسالة العملية طالعها، والرسالة العملية بسطت المسائل ولا يأخذ الوقت الكثير من الإنسان إذا راجعها. زين وإذا به يلتفت بعد سنوات وعذر مو مقبول، عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى إذا التفت، إذا الله لطف عليه فالتفت بأنه كان يرتكب المعصية وهو جاهل مقصر، والجاهل المقصر كالمخالف العالم. قال فد واحد كان من المقدسين إن صح التعبير، يعني إنسان كثير الصلاح، ظاهر الصلاح، مؤمن متدين. زين فمجموعة من طلبة في السنة الأولى من دراستهم كانوا في مدرسة، هذا اجى يتوضى ورجل كبير السن ويصلي صلاة الليل ودائما في حرم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يحضر ويحضر في المجالس وكذا. السيد العم حفظه الله تعالى نقل قال احنا كنا طلبة شباب، يعني من الطلبة الشباب السنة الأولى أو الثانية من دراستنا، جين رأيناه جاء في المدرسة وتوضأ، وضوء كان باطل، يعني خلل كان في وضوءه.
يقول فذهبنا أو بعض الطلبة ذهبوا إليه وبينوا له أن وضوءك باطل. يقول هو شوية نظر شزرا، يعني كأنه مثلا هو سنوات 40 50 60 70 سنة، رجل معروف بالصلاة مثلا، فالطفل يريد يعلمه مسألة شرعية ولم يهتم بذلك. السبب هذا جاهل قاصر وجهله غير مغفور إلا إذا تاب وصحح عمله. امتحان لعوام اليهود، امتحان لعلماء اليهود. الآن هم كذلك، الإمام المهدي البشارة به سببت امتحان لنا جميعا، علماء عوام كبار صغار، امتحان. ولا تقولون أنه يمكن إحنا الآن بعيدين عن هذه الأجواء. الآن كثير من الناس في مناطق في العراق وفي غير العراق حتى في إيران وقعوا في هذا المطب أصلا، وقعوا في هذا المطب. كلكم قد سمعتم عن الديانة البهائية. الديانة البهائية الآن ديانة أتباعها أكثر من 1,000,000، هم يقدرون أتباعهم ب 7 ملايين أو 8 ملايين. من أين بدأت هذه الديانة؟ بدأت من شخص ادعى أنه باب للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، واحتضنه الاستعمار في وقته، وكثير من الناس الجهلة أو أصحاب المصالح اتبعوه. بعدين الحكومة في وقته قتلت علي محمد الباب، قتلوه عمره 32 سنة كان، يمكن أعدموه يعني في مدينة تبريز. ولكن هذا الادعاء الباطل الآن ملايين من الناس، وخلال 200 سنة من ادعاء لحد الآن ملايين من الناس ظلوا وأظلوا. امتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه لعله من أسباب البشارة بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العباد إلا إذا اعتقدوا بالنبي وإذا اعتقدوا بالإمام، إمام زمانهم. إذا واحد في زمان الرسول يقول أنا أؤدي جميع الواجبات وأترك جميع المحرمات لكن لا أعتقد برسول الله، يقبل منه؟ لا. كذلك إذا واحد يقول أنا أؤدي جميع الواجبات وأترك جميع المحرمات لكن هسه إمام موجود ما موجود لا يهمني، يقبل منه؟ لا يقبل منه. الله سبحانه وتعالى لا يريد منا العمل، لأن الله لا يحتاج إلى عملنا أصلا. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. الله عز وجل جعل طريقا اعتقاد وعمل، إذا سلكت في هذا الطريق فأنت الناجي وإلا فلا. وبعد ذلك علينا الانتظار، انتظار الفرج من الأمور الهامة. فعلينا أن ننتظر ظهور الإمام، والانتظار يكون بالورع وبالعمل الصالح، ونفس الانتظار هو فيه الفرج. نفس الانتظار، الإنسان إذا انتظر نفس الانتظار هو فرج. فإن الله عز وجل أظهر الإمام وهو حي فالفرج الكامل، وإن لم يظهر الله الإمامة قبل وفاتنا أو وفاة الأشخاص فنفس الانتظار هو فرج، لأنه مقدم للدخول في الجنة. دخول في الجنة مو فرج؟ أكبر الفرج هذا. حل المشاكل النفسية هو مو فرج؟ الإنسان المنتظر مشاكله النفسية أيضا تحل. هناك بعض الروايات نقرأها ونتبرك بقراءتها قبل أن ننهي كلامنا. العياشي رضوان الله تعالى عليه يروي رواية في تفسيره عن محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام، وأنتم زوار الإمام الرضا. سألته عن شيء في الفرج، أسأل حول الفرج، قال أوليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ نفس الانتظار هو فرج نفسه، لما بيناه إن الله يقول فانتظروا إني معكم من المنتظرين. رواية أخرى يرويها في الاحتجاج
التوقيع الشريف يعني الكتب التي الرسائل التي كتبها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. التوقيع الشريف على يد محمد بن عثمان النائب الخاص الثاني. النائب الأول عثمان بن سعيد كان من أصحاب الجواد عليه السلام والهادي والعسكري عليهم السلام، والنائب الأول الخاص للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. النائب الثاني محمد ابن عثمان يعني ابنه. الإمام يقول في هذا التوقيع: أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، فرجكم. نفس هذا الدعاء بالفرج، لأن الإنسان الذي يدعو يعني منتظر لحدوث أمر، نفس هذا هو نفس فرج لكم. والرواية الأخيرة الصدوق رضوان الله تعالى عليه في الخصال يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الصادق يذكر أصحاب المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. من أصحاب المهدي؟ الإمام يقول دينهم، هذا اللي الآن أبينه، الورع. الورع يعني القمة التقوى، واحد متقي واحد ورع، الورع الدرجة العالية من التقوى، واحد ملتزم بالواجبات ويترك المحرمات هذا متقي، واحد درجة التزامه أكبر خوف من الله أكثر في القمة يسمى الورع، وهذا هو الورع. دينهم الورع والعفة والصدق والصلاح والاجتهاد يعني الجد مو الكسل، وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. الأمانة يجب أن تؤدى إلى صاحبها مؤمنا كان أو فاسقا، برا كان أو فاجرا. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لو، طبعا لو حرف امتناع الامتناع بس لبيان أهمية الأمانة، إذا قاتل الحسين استأمنني السيف الذي قتل به الحسين لأديت إليه الأمانة، هذا لبيان أهمية الأمانة. إلى البر والفاجر وطول السجود وقيام الليل واجتناب المحارم وانتظار الفرج بالصبر، يعني أن يصبر لا يقع في المعاصي، لا يترك الواجبات، في المصائب لا ينهار، فيكون هذا هو منتظرا لفرج الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المنتظرين لظهوره، الممهدين أنفسنا لاستقباله بالورع والعمل الصالح. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى.